ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى حمد الشاكرين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بذكره تتنزل الرحمات، والحمد لله الذي بذكره أيضا نأنس وتتنزل علينا البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد عرجنا في الحلقة السابقة على قصة أمنا حواء عليها السلام، واستطعنا من خلال دراستنا لكتاب الله ومن خلال لتدبرنا لآيات الله تبارك وتعالى أن نعرج على هذا النموذج العظيم، النموذج القرآني الرباني الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كثير من آياته البينات. استطعنا أن نستخلص الدروس والعبر من هذه المرأة الربانية الصالحة التي عاشت مع زوجها في الجنة، أخطأ معا وتاب معا ونزل معا إلى الأرض، لكن أعطتنا النموذج الحقيقي للمرأة الصالحة التي تستطيع بطاعتها لربها وطاعتها لزوجها أن تزرع المودة والرحمة في البيوت. اليوم مع ابنة إيناس إن شاء الله سنعرج على قصة أخرى هي أيضا نموذج قرآني من النماذج الربانية التي أيضا سردها القرآن في القصص. كما قلت في الحلقة الماضية، كثير من النساء من يتأثرن بالقصص ويجعلن من أبطالها قدوات لهن ومنهاج حياة. فنريد أن ندخل على البيوت مع ابنة إيناس، أن ندخل عليهم بقصة عظيمة هي قصة زوجة سيدنا إبراهيم، نبي من أنبياء الله الصالحين، أبونا إبراهيم صار عليها السلام. قبل ذلك، تتلو علينا ابنة إيناس الآيات التي ذكرت هذه القصة العظيمة، وبإذن الله تبارك وتعالى سنستخلص منها درسا عظيما لهذا اليوم. فلتتفضلي ابنتي إيناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقربه إليهم قال ألا تاكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم، ونحن على ما قال ربنا وحبيبنا من الشاهدين. وقالت امرأته، الله تبارك وتعالى لم يذكر سارة باسمها الحقيقي في القرآن الكريم، وأخبرنا أن زوجة إبراهيم أو المرأة الصالحة التي أخبرنا بها أو أخبرتنا بها كتب الغابرين
وكتب التاريخ أنها سارة بنت هاران. يروي لنا التاريخ أن سارة عليها السلام كانت ابنة عمي سيدنا إبراهيم عليه السلام، كانت ذات حسن وجمال نادرين، كانت أجمل نساء العالم في ذلك الوقت بعد حواء طبعا عليهما السلام. تزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام ورحلا معا من الشام فسكن فلسطين، ثم بعد ذلك رحلا معا إلى مصر. رحلت معه المرأة الصالحة لتشارك هذا الزوج وهذا النبي الصالح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عاشا معا فترة من الزمن في مصر، لكن يوجد على أو ملك يحكم مصر، فرعون من فراعن مصر، كان يحب النساء. لما علم بقدوم سارة وعلم بجمالها أرسل جنوده لطلبها وأمرهم أن يقتلوا من معها إن كان زوجا. فقال لها سيدنا إبراهيم بحكمته وبعلمه ببطش هذا الملك الجبار: يا سارة، لا يوجد أحد في هذه الأرض من يؤمن بالله إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الله وأنا أخ لك في الله، فإن سألوك عني فقولي أنك أتيت مع أخيك، وحتى يتفادى سيدنا إبراهيم عليه السلام الكذب أو أن يسقط في الكذب وهو كبير من الكبائر. وفعلا أخذ الجنود سيدة سارة إلى قصر فرعون وراودها عن نفسه، لكن هذه المرأة الصالحة العفيفة الطاهرة التي كانت تراعي مشاعر زوجها، وقبل ذلك المؤمنة بالله تبارك وتعالى وتراعي حق ربها في نفسها، قالت لهذا الملك الجبار: اتق الله في نفسك، فأنا حرام عليك ولا أحل لك. ولكن رفض وراودها عن نفسها، فهذه المرأة الضعيفة لم تستطع وليس لها حول ولا قوة إلا أنها استنجدت بالله تبارك وتعالى، فدعت الله عز وجل أن ينجيها من هذا الطاغية. وفعلا تجمد هذا الطاغية ولم يستطع أن يتمكن منها، وقال لها: بحق ربك لا بد لك أن تدعينه حتى يطلق سراحي. فقالت: بشرط ألا تمسني، فأنا لا أحل لك. فدعت الله وأطلق سراحه، ثم راودها الثانية والثالثة، ولكن في الأخير علم هذا الجبار وهذا الطاغية أنه لن يستطيع أن يتمكن من هذه الحسناء لأنها امرأة مؤمنة بالله تبارك وتعالى. ماذا فعل هذا الملك؟ أمر الجنود أن يأتوا لها بالهدايا، وأمر لها بجارية تدعى هاجر، وأمرهم أن يأخذوها إلى أخيها حتى يتخلص منها وخوفا من أن تؤذيه بدعائها. فلما ذهبوا بها إلى سيدنا إبراهيم أوجس منهم خيفة وقرر العودة بعد ذلك إلى فلسطين، وعاد معا إلى فلسطين. إنها المرأة الصالحة الصابرة القانتة لله تبارك وتعالى. بنيتي إناس ومشاهدي الكرام، نعم تبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد، بداية أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان يوم يلقون ربهم بسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر لك أستاذة على هذا الطرح الجميل لهذه القصة العظيمة، التي بالرغم من أنها كانت مختصرة إلا أنها شاملة وواسعة في معانيها ومفاهيمها وصائبة في دلالتها.
من خلال ذلك نستطيع أن نستخلص بعض العبر التي يمكننا أن نستنبطها من هذه القصة. نعم. وهي أن جمال المرأة وحسنها لا يمنع ذلك من أن تكون يعني مؤمنة وعفيفة تحافظ من نفس على نفسها. نعم. كما أن يعني إيمانها بالله سبحانه وتعالى واستعانتها به تجعلها تلك المرأة يعني من ضعف إلى قوة. نعم. تلك القوة تستمدها من دعائها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا نحن بصدد أو نريد أن نستخلص من هذه القصة العظيمة كيف نزرع البيوت حبا وألفة ومودة ورحمة. ولهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع أسس لخطبة أو اختيار الزوج لزوجته، وأمره أن يختار المرأة ذات الدين والخلق. ولهذا سيدنا محمد حذر من الحسناء، المرأة الحسناء لكن التي تتربى والعياذ بالله في بيت السحت وتتربى على الأخلاق الرذيلة، فربما حسنها وجمالها يجعلها تغتر بنفسها. وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا في سيرته وفي كثير من الأحاديث النبوية أنه من أعظم النساء لما قال أن الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، فوضع شروط لهذه الزوجة الصالحة، قال إن نظرت إليها أسرتك يعني الجميلة، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وهذا نجده في قصة إبراهيم. كانت مثال للمثال للداعية والصابرة المحتسبة والفتاة الصابرة. ولاحظت كيف حافظت على نفسها. نعم. طبعا هي لما راودها عن نفسه ماذا فعلت؟ لم تستطع أن تلجأ إلى زوجها. ومن العلم أن سيدنا إبراهيم جلس في محرابه يدعو الله عز وجل، قال يا رب لا حول لي ولا قوة، لكن هو يؤمن كل الإيمان أنه لن يتعرض أزواج الأنبياء إلى أذى، هذا يقينه بالله تبارك وتعالى. وهي أيضا لجأت إلى الله عز وجل، كما قلت تحول هذا الضعف إلى قوة. كيف يتحول؟ تحول عن طريق الدعاء الصالح. فدعت قالت يا رب آمنت بك واتبعت نبيك، وإنما خرجت مع سيدنا إبراهيم من بلد إلى بلد، من الشام إلى فلسطين إلى مصر، يعني لا لشيء إلا لنشر دعوة الله تبارك وتعالى. وأظن أن الله عز وجل لن يتخلى عن أوليائه. يعني كانت تحرص على مشاعر زوجها وكانت تعينه حتى في باب الدعوة لما لا يعني. والله عز وجل لم يتخلى عن أوليائه، ولهذا تجمد هذا الملك الطاغي الجبار في مكانه، بل يقال أنه علقت يده يعني رأسه حتى لا يستطيع أن يلمس هذه المرأة العفيفة الطاهرة. استعانت بالله تبارك وتعالى عندما وجدت أنها لا حول لها ولا قوة إلا أن تستعين بالله تبارك وتعالى، وتستعين بدعائها لله عز وجل، فقالت يا رب آمنت بك واتبعت نبيك. بل تلاحظين ابنتي إناس أنها كانت ترافق زوجها من الشام إلى فلسطين إلى مصر لا لشيء إلا لأنها تريد أن تنشر دعوة الله تبارك وتعالى، وتريد أن تكون امرأة تحمل رسالة التوحيد، تريد أن تنشر رسالة التوحيد في أقطار الأرض. لكنها تعرضت إلى الابتلاء، وإلى أعظم ابتلاء أن تتعرض المرأة في عرضها، ولكن كانت المرأة التي حافظت على زوجها في نفسها وفي غيابه، رغم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يجلس في محرابه يدعو وهو على يقين أن الله عز وجل لن يتخلى عن أوليائه. فاصل ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى أحبائي الكرام. السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. حواء كانت المرأة الأولى في حياة أبينا آدم، هي الأصل، وما عدا ذلك فهو الاستثناء. هذه المرأة الصالحة عاشت كما قلنا مع زوجها، مع النبي الصالح أبونا آدم عليه السلام، واستطعنا أن نستخلص من قصتها كيف نجعل من بيوتنا بيوت طاعة، بيوت رحمة، أن نزرع في أبنائنا الحب والمودة والرحمة. وصار عليها السلام بعدما عادت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، رغم أنها كانت امرأة جميلة حسناء فتنت فرعون بجمالها، لكن حبها لزوجها وإيمانها بدعوته جعلت هذه المرأة الطيبة التي كتمت كل مشاعر الغيرة في نفسها أن تهب الجارية هاجر لزوجها، لأنها مكثت سنوات طويلة ولم تنجب، ولم تستطع أن تسعد زوجها بأن تنجب له ولدا، وهي تعلم كل العلم أن سيدنا إبراهيم يرغب في أن يكون له ولدا من سارة. هذه المرأة وهبت جاريتها هاجر لأن تشاركها في زوجها فتكون المرأة الثانية في حياة إبراهيم عليه السلام. يعني كيف استطاع إبراهيم وهو يعلم أن امرأته سارة تغار، كيف استطاع أن يهب نفسه لامرأة ثانية؟ أن يتزوج. نعم تزوج. نعم. يعني نعم. إذن احنا نعرف لأنه كما قلت الأصل هي واحدة. لاحظتي من خلال قصة حواء أنه سيدة حواء نزلت مع آدم إلى الأرض، وكان الهدف في البداية هو تعمير الأرض، أليس كذلك؟ ولكن الله تبارك وتعالى لم يرزق آدم أكثر من امرأة، بل تحملت حواء وحدها مشقة الإنجاب. يقال أنها ولدت 40 بطنا، في كل بطن توأمان. هذه المشقة لو قلنا أن التعدد هو الأصل وليس استثناء، من المفروض أو العقل دون رجوع إلى الشرع أن الله تبارك وتعالى يرزق آدم أكثر من امرأة، أليس كذلك؟ صحيح. وأن يخرج من نفسه أكثر من امرأة. لكن يراد أو الحكمة من هذه قصة آدم مع حواء أن الأصل هي واحدة، أما التعدد استثناء. بمعنى أنه الزوج، احنا قلنا إبراهيم كان في حياته مرأتان، سارة وأمنا هاجر، بإذن الله تبارك وتعالى نعرج على قصة هاجر عليه السلام. لكن سبب الزواج هنا أو التعدد هو سبب قبلته المرأة رغم غيرتها، وهو عدم الإنجاب. كانت عقيم، بلغت، يقال أنها بلغت 90 من عمرها ولم تنجب، وهي تحب زوجها. فالمرأة التي تحب هذا الزوج وهذا النبي الصالح والتي عانت معه لنشر دعوة الله تبارك وتعالى جعلت الدنيا وهوى النفس جانبا، وحكمت بذلك هوى الله تبارك وتعالى، شرع الله عز وجل، وعرضت عليه جاريتها هاجر، وقبل سيدنا إبراهيم لأن السبب كان سبب مقنع وهو الإنجاب، حتى ينجب منها الولد. فالتعدد له أسباب، قد تكون المرأة مريضة، قد تكون أو المرأة لا تنجب، أو قد يرغب الزوج في أكثر من واحدة حتى لا يسقط في الرذيلة والفواحش إلى غير ذلك. ولهذا لما نتكلم عن التعدد نريد أن نقطع عن من يحمل القرآن أو يحمل الآيات أكثر من مما تتحمل. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وهو يحل
كما قلنا الاستثناء وليس الأصل، فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذن الأصل واحدة. ويقول في آية أخرى ولم تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بمعنى أن الرجل لن يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص على ذلك. تلاحظي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من واحدة، وكان يحب عائشة، لكنه كان يعدل بينهم في النفقة والمبيت. فعندما كان يقسم الأرزاق أو الأرزاق يقسمها الله عز وجل، عندما كان ينفق على زوجاته فكان يقول يا رب هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، وكان يقصد بذلك حبه لسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن نحذر أن نحمل الآيات أكثر مما تتحمل، بل نقول الأصل واحدة والاستثناء هو التعدد، وهذا من سلامة قلب إبراهيم أيضا. نعم سيدنا سلامة قلب إبراهيم. فقط في مسألة القلب السليم، بما أننا نذكر قصة سارة وهاجر مع سيدنا إبراهيم، يعني في القرآن الكريم نجد أنه ذكر القلب السليم مرتين، وكلتا المرتين يعني متعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات إذ جاء ربه بقلب سليم، وأيضا في سورة أخرى في سورة الشعراء إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما سر القلب السليم مع قصة إبراهيم عليه السلام؟ إذن قصة القلب السليم مع سيدنا إبراهيم لها عدة دلالات، نذكر من بينها حبه لسيدة سارة رضي الله عنها، جعلته يبلغ من العمر عتية ولم يتزوج عليها، يعني يقال 90 أو أقل أو أكثر من ذلك ولم يتزوج، صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره. وسلامة القلب أن يرتحل الإنسان عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، فهنا الرضا بالقضاء والقدر، وأن يتعلق بالله ولا يلتفت إلى غيره، لكن كان يدعو الله تبارك وتعالى بإخلاص، فرزقه الزوجة الصالحة التي صبرت عليه وصبر عليها أيضا، وتعاملا معا على المودة والرحمة، عاشا معا على المودة والرحمة، وتعاملا معا على حسن المعاشرة، ولا يفتر عن ذكر ربه بالدعاء بالمناجات بالإخلاص في الدعاء، ولا يسأم من خدمة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عندما كان يأمر إبراهيم بشيء فكان إبراهيم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى دون أن يناقش أو دون أن يحاور. إذا فاته ورد من أوراد الليل أو النهار من سلامة القلب أن يلوم هذه النفس، له النفس اللوامة. من سلامة القلب إذا دخل في الصلاة ذهب عنه الهم والحزن، لأن الصلاة كما كان يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال. من سلامة القلب أن لا يغضب إلا لله تبارك وتعالى. من سلامة القلب أن همه هو صلاح الأعمال بالإخلاص إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي قصتنا مع السيدة سارة عليها السلام ومع سيدنا إبراهيم عليهما السلام. فنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نعرج في الحلقات القادمة على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجه الصالحة أيضا هاجر أم إسماعيل عليهما السلام. فأترككم وأستودعكم، أترككم في أمان الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني، نمشي على درب السلام وفي يدي يا
يدها فتشعرني بكل أمان.